طيب احنا معانا المايسترو، نقول له صباح الخير. صباح الخير يا مايسترو. مايسترو محمد صباح عثمان النور، معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. صباح النور، حضرتك طيبه. يعني ايامنا الحلوه بتطلع لنا حاجات جميله اهو. طبعا جرين دي حبيبتي. طب قول لي حضرتك، هي ليلسا كانت بتحكي انه انت خليتها تتخصص شعبي، لقيت فيها ايه ان انت تديها المجال ده؟ والله انا قابلتها بالصدفه جدا عن طريق احد اصدقائنا. الو. وبعدين ايوه يا فندم، انا مع حضرتك. اتفضل. قابلتها بالصدفه عن طريق احد اصدقائنا. وبعدين هي اول حاجه سمعتهاني كانت اعتقد قلبي دليلي ليلى مراد. قلبي دليلي دي على فكره اغنيه صعبه جدا. وبعيد خالص عن اللي هي بتقوله معانا الحقيقه. فقلت لها انت منين؟ قالت لي انا من اسكندريه. طب حافظه ايه؟ فسمعتني شويه حاجات اسكندراني حلوه كده. فقلت لها طب ما تيجي يعني نعكس الموضوع، انت شكلك كده يعني ستايل كده ولطيفه وشعرك كيرلي كده وجميل، ولو غنيتي حاجه شعبي هيبقى في كونتراست ظريف كده. بس فعملنا طيب عملنا الحكايه دي. المشروعات الجايه مع حضرتك ريم هتفضل مكمله شعبي برضو؟ والله بصي، هو على حسب حضرتك، على حسب التوبيك اللي بنلعبه. يعني احنا احيانا بيبقى يعني في حفلات لتوبيك معين، ممكن اغاني شعبي، ممكن نقول ان احنا هنعمل اغاني افلام، اغاني مسلسلات. فعلى حسب كل واحد، يعني هي مش تخصص اكتر ما هو كل واحد بيليق عليه ايه جوه التوبيك نفسه. صحيح صحيح، معاك حق معاك حق. يعني هي بتغني اكتر من ستايل اكيد، وزمايلها برضو نفس الحكايه، بس الحته اللي بننور فيها بقى. طيب مشروعاتك ايه الفتره الجايه بقى في السنه الجديده؟ والله احنا بادئين السنه بحفله كده ان شاء الله تبقى ظريفه كده، عشان بقالنا كتير ما بنشوفش جمهورنا. فقررنا نعمل حاجه في سيد الصاوي احتفالا بمرور 20 سنه على الفرقه، وان شاء الله يعني عندنا شويه حاجات، شويه نشاطات يعني في القاهره وبره القاهره. ان شاء الله كل الخير ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا المايسترو محمد عثمان.